مشاهدي بي سبورتس، سعداء نتواصل معكم من خلال المساء الرياضي في هذه التغطية الاستثنائية للأحداث الكبيرة. نفتح ملف كاس أمم إفريقيا، هي مسألة السويعات. على بعد أقل من 48 ساعة تنطلق نهايات كاس أمم إفريقيا المونديال الأسمر في ملاعب غينيا الاستوائية. كلنا ترقب لهذا الحدث الذي يعني الشيء الكثير ويحظى باهتمام ليس على المستوى الإفريقي، بل هناك اهتمام عالمي نظرا لثقل المسابقة. دعوني مشاهدينا أرحب باسمكم بضيفي هذا الاستوديو. سعداء أن يكون معنا الكابتن فتحي المولدي الإعلامي التونسي والناقد الرياضي في ذات الوقت. سعداء أن نتواصل من خلال المساء الرياضي والحديث عن حدوثة اسمها قصة كأس أمم إفريقيا. يعيشك كما نقولوا احنا بالتونسي كابتن ماجد، بارك الله فيك على هذا التقديم. اليوم بدلنا الملعب، جميل. ولكن لن نغير النسق، ابقوا معنا، سيكون نفس النسق بتاع الحصه. وكل استوديو له نكهه وكل استوديو له اضافه، هذا هو الهدف. جمهور بي اي سبورتس نامل ان نقدم له دائما الاشياء المميزه والرائعه. سعداء كذلك ان يكون معنا عبد الناصر البار الاعلامي الجزائري. مرحبتين كابتن. اهلا وسهلا، مرحبا بك كابتن، مساء الخير على كل متابعي قنوات البي اي سبورت. اتمنى ان نقضي سويعه مثل ما تعودنا في الحصص السابقه، ان تكون يعني سويعه جميله نتحدث فيها اليوم عن المجموعة الثالثة وعن المنتخب الجزائري والتحضيرات يعني للكأس. مزروب يحب يحكي على الجزائر. لا هو عمود فقري هذا الموضوع، ولكن كابتن نعرف انك تابعت الجديد غينيا الاستوائية، كيف الوضع الحين؟ ماذا عن الاجواء؟ كيف هو الترقب؟ عيسى حياته ترقب، قارة بكل مكوناتها تنتظر، واكيد العالم يترقب على اعتبار انه اكبر سماسرة كرة القدم يتواجدون الحين في ملاعب غينيا. أنت تعرف الصفقات الكبيرة انطلقت من القارة السمراء ماما أفريكا. صحيح، ربي يهديه عيسى حياته، لأنه أنا عندي زوز أفلام البارح في الليل، زوز أفلام. الفيلم الأول اسمه شموع ودموع. الفريق التونسي خلط للمدينة اللي مش يلعب فيها، لكن الأضواء كانت منقطعة مع الأسف، ورسات عملوا شموع شمعات باش ينجموا يتغذوا باش ينجموا يدخلوا البيوت نتاعهم. هذا الفيلم الأول تونسي شموع ودموع. فيلم الثاني اسمه أكواخ وأشواك، هذا متاع الكونغو، مساكن الكونغو النزل اللي يقاو فيه مش شقق متاع نزل، وإنما وكأنها مركز تدريبات متاع جنود. كل غرفة فيها 6 لاعبين. تصور أنت كأس إفريقيا وما أدراك ما كنت تقول، والانتظارات الكبيرة والمستوى الكبير والسماشرة في العالم أجمع، ولكن في هذه الظروف. قياسا مع هذه الظروف، رئيس غينيا الاستوائية طالب من الشعب الغيني أن تكون احتفالات كبيرة. تعرف شو عمل الكابتن ماجد؟ اشترى من ماله الخاص 40,000 تذكرة لتوزيعها على 4 ملاعب، 10,000 تذكرة كل ملعب. قال نحب كل الملاعب ملقانة، نحب كل الملاعب فيها أجواء كبيرة. ماذا قرر كذلك؟ في كل مدينة فيها مقابلة في يوم المقابلة كل الإدارات تغلق قبل ساعتين مش الناس الكل تمشي للملاعب. إن شاء الله تكون الفرحة رغم الشموع ورغم الدموع. ولكن هناك رسائل أمل أكيد. إن شاء الله هناك جانب آخر، ربما سيناريو إضاءة عربية متمثلة في تونس والجزائر، نأمل أن تضيف ذلك الشعاع حتى نرى شعاع إفريقي، ولكن بنكهة عربية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هل من إضافة كابتن؟ كابتن أكيد كأس إفريقيا يعني في غينيا الاستوائية من الأول كنا نتوقع أنه راح تكون نقائص مثل ما تحدث الأخ فتحي، أنه ممكن الملاعب، أنه ممكن الكهرباء، ولكن إن شاء الله نتمنى فقط أنه تكون كأس إفريقيا يعني تكون غينيا الاستوائية في مستوى الحدث الكروي، ولو أنه أكيد أنا متوقع أنه تكون في نقائص في هذه البطولة. هذا ما نتمنى. كنت أشرت في بداية الموضوع أننا سنتحدث عن المجموعة الثالثة، وما أدراك ما المجموعة الثالثة؟ هي المنتخبات الكبيرة، هي المنتخبات العملاقة. يكفي أن نتحدث عن بلاك ستارز، 4 ألقاب على مستوى النهائيات، نتحدث عن أسود التيرانغا، نتحدث عن البافانا بافانا، ولكن نتحدث وبحب وبعاطفة عن الخضر، عن المحاربين في مجموعة الموت. من سيبقى على قيد الحياة؟ دعونا نتعلم. وصفت بمجموعة الموت، هي المجموعة الثالثة في كأس إفريقيا 2015. كبار القارة اجتمعوا في مجموعة حديدية، من يخرج منها سالما سيكون له حتما شأن كبير في كأس إفريقيا بغينيا الاستوائية. المنتخب الجزائري وبعد أن أبهر العالم في مونديال البرازيل 2014 ستكون مغامرته في أدغال القارة مفتاح التأهيل.
تأكيد المردود الرائع الذي ظهر به زملاء إسلام سليماني في كأس العالم. الخضر سيواجهون منتخب البافانا بافانا قبل التباري ضد البلاك ستارز الغاني لينهي الدور الأول بلقاء السنغال. أسود التنجة السنغالية تأهلت العرس الإفريقي بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعة ضمت تونس المتصدر منتخب مصر وسيراليوني. زملاء موساسو سيكونون في امتحان صعب وعسير في الدور الأول من البطولة. منتخب البلاك ستارز الغاني المرشح الأول للمرور، وبعد مشاركته في كأس العالم بالبرازيل سيسعى لتدارك خروجه أمام بوركينا فاسو بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي في إفريقيا الجنوبية. ركلات الترجيح كانت أيضا تجربة قاسية لمنتخب جنوب إفريقيا، فرغم استقباله للنسخة السابقة في 2013 فإنه خرج أمام المنتخب المالي في دور الثمانية بركلات الترجيح، نتيجة كانت بمثابة الصدمة لأنصار البافانا بافانا في عقر دارهم. أربعة منتخبات قوية في مجموعة حديدية، فمن سيضمن له مكانا في دور الثمانية ومن سيغادر البطولة منذ الدور الأول؟ أبناء ماما أفريكا يتساءلون يفكرون، الصراع في مجموعة الموت لمن سيكون؟ دعونا نقف مع أساموجيان هذا الرائع من خلال المشاهد الأخيرة، يمتلك أرقام قياسية، صاحب أسرع هدف للاعب أفريقي، حدث ذلك منذ سنوات في مونديال ألمانيا 2006 تحديدا في مرمى تشيك في الثانية 68. الرجل رقم قياسي على مستوى الأهداف، حطم رقم روجي ميلا في المونديال الأخير 6 أهداف، هو الهداف التاريخي لإفريقي في نهائيات كأس العالم. يمتلك أرقام هداف الإمارات لسنوات متتالية، أفضل لاعب أجنبي في دوري أبطال آسيا. أما قصة ضربة الجزاء في مباراة أوروغواي فتلك حدوثة أخرى. ذيك أكبر نقطة، تعرف المواطن بصفة عامة والرياضي بصفة عامة فما لقطة تبقى في باله، وأنه جيان وهو لاعب كبير والأرقام كنت نجم تسردها ساعة كاملة وإحنا نقعد نتفرجوا فيك، ولكن تبقى وأنه حرم أفريقيا من أول نصف نهائي في كأس العالم. بارك الله فيك. هذا اللاعب هذا الاستثناء حرمنا، هو وسوارس تذكر اللاعب عندما تحول لحارس مرمى، هو سيناريو لاعب الأعجوبة. ما دمنا نتحدث عن أساموجيان نتحدث عن بلاك ستارز، عن غانا، عن أربعة ألقاب، عن برازيل إفريقيا، عن برازيل إفريقيا وعن تاريخ أبدو بيلي. ماذا عن الماضي؟ ربما محطة توهج آخر لقب يعود لما حدث في ملاعب ليبيا وكيف تفوقوا في الركلات الترجيحية منذ 33 سنة، ولكن ماذا عن الحاضر بالنسبة لهذا المنتخب؟ الحاضر بالنسبة لهذا الفريق خرج من كأس العالم في أسوأ الحالات وفقد 3 لاعبين أساسيين لأنه وقع لأسباب تأديبية بالأساس، بوتانجو أسيان ومونتاري. ما ننساوش أنه 3 لاعبين هذم خرجوا. ما ننساوش وأنه غانا الآن بصدد التكوين من جديد، وهذا برشا الناس ربما ما عندهاش فكرة عليه. غانا بسبب ولكن غانا في الكؤوس الأخيرة، الأربعة كؤوس الإفريقية الأخيرة وصل للمربع الذهبي الأربعة، وهذا مؤشر. تلي معنا الأخ عبد الناصر من الجزائر وإحنا كلنا جزائريين اليوم، أكيد مؤشر يخوف لأنه مجموعة صعبة جدا. تمناه بطبيعة الحال أنه لو مرت غانا ستكون معها الجزائر. أوكي كابتن، أنا معك في هذه كابتن، ولكن المنتخب الغاني يعني لما تشوف منتخب غانا النجوم اللي في منتخب غانا، ولكن يعني من المفروض منتخب غانا على الأقل، أنا نعطيك رقم فقط، منتخب غانا لما كان فاز باللقب الرابع بتاعه منتخب المصري كان مازال ما حصلش على اللقب الثالث. شوف يعني المنتخب المصري وصل للقب السابع ومنتخب غانا بقى في المنتخب في التاريخ بتاعه توقف عنده. يعني لما تشوف منتخب غانا بالنجوم بتاعه وبالطريقة اللعب بتاعه، يعني طريقة أوروبية حديثة، طريقة يعني تشوف كرة جميلة جدا، ولكن يعني على مستوى الألقاب ما حصل ولا شيء. لو تكلمني على جيان بالنسبة لي الأرقام الشخصية أنا أوكي معاك، ولكن بالنسبة للمنتخب يعني ما قدرش يرفع حتى تاج كأس إفريقيا، يعني هذا شيء جيل كامل لم يرفع كامل. شيء أنا هذا هو الشيء الذي أخشاه صدقني، أنه مثلا دخل لك نقطة الجزائر مثلا، لو نتكلم أنا خايف من الجزائر أنه يحدث لها نفس السيناريو تاع غانا ونفس السيناريو تاع كوت ديفوار،
لأنه لو يكون عندك جيل مثل هذا جيل ذهبي وما توصلش وتحمل كأس إفريقيا هذا شيء يعني كارثة بالنسبة. نتفائل التفاؤل حاضر إن شاء الله. وما دمنا نتحدث عن هذه المجموعة يجب أن نقوم برحلة في هذه المحطات وهذا التاريخ وماذا قدمت الجزائر. ماذا عن رحلة الخضر؟ نحاصر محطات مهمة. عام 80 خسرت الجزائر نهائي كأس أمم إفريقيا في لاغوس أمام نيجيريا، ولكنها عرفت كيف تثأر عام 90 في مباراة كبيرة. نتذكر الأسماء الوازنة، الحصة كانت صغيرة، هدف واحد دون مقابل، ولكن في دور المجموعات استعرضت الجزائر الإمكانيات والحضور من خلال حصة تاريخية 5 أهداف مقابل 1. نتذكر محطات مهمة في مسار الخضر في نهايات كأس أمم إفريقيا. أيام قليلة وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من كل أنحاء العالم صوب القارة الإفريقية لمتابعة فعاليات واحدة من أهم بطولات كرة القدم وأكثرها جذبا للأنظار، حيث تستضيف غينيا الاستوائية بطولة كأس الأمم الإفريقية 30 خلال الفترة من 17 يناير الحالي إلى 8 فبراير المقبل. أهم مشاركات المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا كانت ملخصة على النحو التالي: شارك منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 80 بنيجيريا ووصل إلى الدور النهائي وخسره أمام البلد المنظم. وفي دورة كأس أمم إفريقيا 88 بالمغرب حصل منتخب الجزائر على المرتبة الثالثة بعد أن خرج في الدور النصف النهائي ضد نيجيريا في لقاء ماراثوني بضربة الترجيح. وفي سنة 90 استضافت الجزائر كأس أمم إفريقيا وشاركت ضمن المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات مصر ونيجيريا وكوت ديفوار، حيث تمكن الجزائريون من تحقيق 3 انتصارات سهلة، أولها على منتخب نيجيريا وثانيها على كوت ديفوار وعلى منتخب مصر. وفي النصف النهائي فازت الجزائر على منتخب السنغال. وفي النهائي وأمام جمهور قدر ب 100,000 مناصر واجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري مجددا، وفي الدقيقة 38 من المباراة تمكن شريف الجاني من إمضاء هدف رائع مكن الجزائر من التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها. في دورة 2010 وبعد غياب عن العرس الإفريقي لمدة 4 سنوات شاركت الجزائر في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أنغولا مستضيفة الدورة ومالي وملاوي. البداية كانت جد سيئة بتعثر أمام منتخب الملاوي، لكن منتخب الخضر تدارك الخسارة بفوز ثمين أمام مالي ليحتل المرتبة الثانية. في الجولة الأخيرة أمام أنغولا كان التعادل كفيلا لتتأهل الجزائر للربع النهائي. مباراة الربع النهائي كانت أمام المنتخب الإيفواري والتي شهدت تنافسا وإثارة كبيرين إلى آخر دقيقة، حيث عدل الجزائريون النتيجة عند الدقيقة 90 بعدما كانوا منهزمين ب2-2. في الدور النصف النهائي التقى المنتخب الجزائري بناظيره المصري في أجواء مشحونة أثرت عليها الأحداث التي شهدتها تصفية كأس العالم. في المباراة تلقى الجزائريون 3 بطاقات حمراء كان لها تأثير على نتيجة المباراة التي كانت قاسية ولصالح المنتخب المصري برباعية نظيفة. في دورة 2013 شاركت الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من الساحل العاج والطوغو إضافة إلى تونس. البداية كانت سيئة نظرا إلى التعثر أمام تونس بنتيجة 1-0، ثم منتخب الطوغو ليتواصل مشوار الانتكاسات بنتيجة 2-0، ثم ليتدارك الخضر أخطائهم بالتعادل أمام منتخب الكوت ديفوار بنتيجة 2-2. بعد كل هذه النتائج الكارثية تم إقصاء المنتخب الجزائري من المنافسة. في دورة غينيا الاستوائية 2015 يرى الكثيرون أن المنتخب الجزائري هو أكبر المرشحين للفوز بالتاج القاري بعد المونديال الأكثر من مشرف لمحارب الصحراء ببلاد الصمبا. فهل سيعيد رفقاء فغولي وابراهيمي ذكريات ماجر ومناد؟ رحلة عقود تابعنا عبر دقائق، هي ذكريات، هي الأيام الخوالي، لقب وحيد، لعب النهاية مرة أمام ذات الخصم الذي فازوا عليه عام 90. ولكن ماذا عن الحاضر؟ ربما الأماني كبيرة لما قدمه الخضر في المونديال الأخير. كيف كانت النتائج مهمة؟ لأول مرة الجزائر تبلغ الدور الثاني، الجزائر التي أحرجت ألمانيا واللجوء لشوطين إضافيين، ولكن بإرث وبتاريخ لاعتبار أننا نفخر بما حدث في ملحمة خيخون
ماذا عن نكهة كأس أمم إفريقيا؟ وهل بإمكان هذا الجيل أن يحقق الأحلام من خلال ثاني الألقاب قاريا؟ هذا حلمنا، لأنه الجزائر عندها تناقض كبير ياسر. شنو التناقض؟ وأنها المبدأ أنه من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل. الجزائر مونديالي ولكنه غير قادر أن يفرض نفسه إفريقيا. الجزائر وكأن اللاعبين متاعه عندما تكون التظاهرات في حجم كبير كما كأس العالم الأخيرة والمنتخب الجزائري كانت الأداء متاعه أكثر من رائع، ولكن على المستوى الإفريقي مع الأسف إلى حد الآن بقينا في تتويج عام 1990 فقط. تصور الجزائر وما أدراك بالأجيال اللي عنده والأسماء اللي عنده، ربع قرن لا يتحصل على كأس إفريقيا. أكثر من هكا الدورة السابقة على الأسف كنا مع بعضنا خرجنا من الدور الأول، تونس والجزائر في نفس المجموعة خرجوا من الدور الأول، كانت أكبر فضيحة. سنة 2012 اللي هو موعد قريب الجزائر لم تترشح حتى للنهائيات. ولكن خلينا اليوم الفريق الجزائري فريق يعمل الكيف. اليوم الفريق الجزائري رغم أنه في مجموعة هذه هو فريق مؤهل للحصول على كأس إفريقيا، لأنه فريق يفرج، فريق فيهم لاعبية ما شاء الله متميزين جدا حتى على المستوى الأوروبي، فريق ننتظر منه الكثير. نماني النفس بأن نرى هذا المنتخب الجزائري الذي كان بنكهة مونديالية أن يكون بنكهة إفريقية في ظل هذه النخبة. تحدثت عن محطة 90 مع راحل اسمه كرمالي، مع أسماء في قيمة ماجر وجاني، نتحدث عن جمال مناد واللائحة الطويلة. الجيل الجديد يمتلك أسماء تصنع أكبر الأفراح بالنسبة للأندية الأوروبية الكبيرة. نعم أستاذ ماجد، أنا أقول لك أول مرة المنتخب الجزائري قد يخوض كأس إفريقيا وهو مرشح وبقوة، على غرار جيل الثمانينات اللي كان معروف ولم يستطع أن يحقق التاج الإفريقي ما عدا سنة 1990. أنا أظن أن المنتخب الجزائري لو يعرف كيف يستغل الظروف، لو يعرف كيف يلعب، لو يبقى بالشخصية اللي خرج منها من مونديال البرازيل، أنا أظن أن المنتخب الجزائري في المجموعة على الرغم أنها مجموعة صعبة، مجموعة يعني توقع فيها وتكون فيها أي نتيجة، ولكن المنتخب الجزائري لو يعرف كيف يستغل الظروف، لو يعرف كيف يستغل إمكانيات اللاعبين بتاعه، أنا أظن المنتخب الجزائري مرشح وبقوة هو المنتخب الغاني على الورق فقط، لأنه يعني مجموعة صعبة. ما دمت أشرت لمنتخبين كبيرين البلاك ستارز إلى جانب الجزائر، نقف عند السنغال وما أدراك ما السنغال. بالعودة للتاريخ، المنتخب الذي تفوق على أصدقاء زيزو، تتذكر مونديال 2002. نقف عند اسم بقيمة كامارا، حاجي ديوف، خليلو فاديغا، وقبل ذلك عملاق راحل اسمه بوكوندي. الجيل الذي حقق الإنجاز الغير المسبوق للكرة السنغالية في المونديال مع الراحل ميتسو ذكرنا بمنتخب سيبقى في الذاكرة طويلا. عاش مراحل فراغ اليوم مع ألان جيريس، وما أدرك ما ألان جيريس، درب عديد المنتخبات غابون مالي، الرجل بثقل على اعتبار بأنه كان رقم مهم في أفضل فريق خط وسط في أوروبا تحديدا وفي العالم، مع ميشيل بلاتيني، مع تيغانا، مع تريزور، مع عديد الأسماء. هذا الفرنسي الذي يعشق إفريقيا هل قادر أن يكون ربان وأن يقدم إضافة للسنغال التي تفتقد للقب إفريقي؟ ملا كابتن ماجد، أنت مجلد، أعطيتنا في 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 زوز دقائق تاريخ كامل. بارك الله فيك، والله أنت مجلد. ذكرتني وتوجع، لأنه ذكرتني فرنسا متاع ماريس تريزور وبلاتيني ورشتو وغيره وماركال، وذكرتني وجعتني شوية بالسنغال اللي كانت تخوف. السنغال الفريق الكبير اللي طاح بالفريق الفرنسي ودخل التاريخ. تبارك الله عليك، معناها ذاكرة تمشي على ساقيها. ولكن اليوم السنغال، خليني أقولها، أنا السنغال تبعته لأنه كان في مجموعة تونس، والسنغال هو اللي أقصى مصر مع تونس. تبعت السنغال، السنغال تخوف برشا. وأنا كنت قلت في أحد الحصص السابقة، قلت إذا كان فما زوج فرق مؤهلة للفوز بكأس إفريقيا في الدورة 30 هذه هما السنغال والجزائر. مع الأسف جاءوا في نفس المجموعة. السنغال فريق كبير ياسر، عنده مستوى فني، عنده دفاع، القامة متاع اللاعبين على جيريس عرف كيفاش يخدم، عرف كيفاش يحضر. صبروا معاه مسؤولين في السنغال، لأنه الدورة السابقة ما كانش المستوى، ولكن عنده فريق ممتاز جدا اللي احنا فرحين له. أنا فرح له ليكم انتوما ولي نحن كعرب. وأنه ساكو مع الأسف مصاب، مش باش يجي، لاعب كبير ياسر متاع وستهام، سجل 8 أهداف. فرحت أيضا ياسر كي تعاركوا واختلفوا جيريس وديمبابا،
اختلاف كبير. هذا دين بابا هذا مليء بمعناه كيابة على الميدان. ما بشكتاش ممتاز يا ولدي كيابة على الميدان يحبلوا ثلاثة بشدوه. الحمد لله جي ناس شدوا واحد وحطوا في البيت قالوا ما تجيش. الحمد لله رتحنا منه. لكن رغم ذلك فريق السنغالي ردوا بينا. أنا فرحانة بحاجة فقط وتنقلها لكم بعد نعطي الكلمة لعبد الناصر، وأنه المقابلة الأولى الجزائر مش تكون معها على الورق أقل فريق وهو جنوب أفريقيا، لأنه السنغال توراو وإن شاء الله لا فريق حاضر جدا جاهز جدا، وسيكون ربما عمره ما هز تتويجه وعمره ما تتوج بقيت أفريقيا رغم الاسم الكبير. ولكن أنا أخشى السنغال، أقولها وأكررها على مسؤوليتي وحسبني كابتن ماجد بعد ما تبدا كاس افريقيا. اكيد هو الحظ ربما خانه في محطه مهمه في ملاعب مالي عام 2002 خلال الركلات الترجيحيه، نتذكر تلك المباراه الدراماتيكيه حاجي ديوف حيرت الشعب، كان يمني النفس بان يقدم صوره ايجابيه ولكنه واصل المسار الايجابي ولكن بنك عالمي هذه المره. انت رشح البلاك ستارز الى جانب الجزائر، كيف تعلق على ما تطرق اليه كابتن فتحي بخصوص منتخب سينيغالي يعج بالاسماء الثقيله والمواهب التي بامكانها ان تصنع الفوارق؟ نعم انا اوافق الكابتن فتحي، على الرغم انه اذا تحدثنا في هذه المجموعه انه المنتخب السنغالي هو افقر منتخب في هذه المجموعه، انه ولا بطوله افريقيه، ولكن سمعه الكره السنغاليه سمعه جيده حتى واذا ما وصلش وما اخذش بطوله. انا اتذكر انه كانت افضل بطوله على ما اظن سنه 2006 في مصر. صح. يعني كانت له بطوله جيده جدا ولكنه يعني خرج امام مصر البلد المضيف. بالنسبه للبطوله 2015 انا اظن المنتخب السنغالي يملك 22 لاعب كلهم محترفين، لاعبين من طراز عالي، لاعبين شفناهم في مجموعه المنتخب التونسي يعني لعبوا بطريقه جيده تصفيات ممتازه. انا اظن اذا رشحت انا قلت على الورق رشحت المنتخب الجزائري والغاني على الورق، ولكن قلت تبقى دائما المفاجات في هذه المجموعه. حذاري من البافانا الاولاد المشاغبون. نتذكر قصه وانت تعرف عندما تحدث عن منتخب تونسي ذهب مغمورا وعاد مشهورا. صحيح تلك محطة تاريخية. شو اليوم تشعر اليوم شعر اليوم تبارك الله حسنة شعرية اليوم. بارك الله فيك. بارك الله عليك اليوم في فورمة اليوم. خذيت منشطات بالحصة. مرحلة العد العكسي. والله تبارك الله عليك. بارك الله فيك. البافانا في الثوب الجديد مع التذكير بأنها نجحت إلى جانب رجال كلود لوروا في إزاحة النسور، قصوا أجنحة النسور الخضر، وهذه ربما تضع المنتخب النيجيري تحت الضغط على اعتبار إقالة ستيفن كيتشي، واليوم ساوث أفريقيا تمثل هذه المجموعة إلى جانب الكونغو. نقطة الاستفهام الكبرى، خليني أكون واضح، السنغال ما حتى عنده حتى لاعب محلي، 23 يشتوا لبرا، جنوب أفريقيا هو الفريق رقم واحد اللي يلعب المحليين. تعرف قديش عنده جنوب افريقيا 18 لاعب يشاركوا في البطولة المحلية، خمسة فقط محترفين. نقطة الاستفهام الأولى، جنوب افريقيا هو الفريق الثالث الوحيد اللي عنده مدرب محلي، مدرب متاعه من جنوب افريقيا كذلك. جنوب افريقيا عمل تصفيات استثنائية وكان بطبيعة الحال مفاجأة الكبرى. جنوب افريقيا عنده يومين يعمل مقابلة ودية ضد مالي وما أدراك اللي حطوا عليه بكرة ويعطيه 3-0. دونك جنوب أفريقيا هل فقير في هذه المجموعة؟ بالنسبة لي أنا قدامه عديد نقاط الاستفهام، نقاط الاستفهام بطبيعة الحال إيجابية، معناها بالنسبة لي أنا يخوف جنوب أفريقيا، لأنه ربما في أمام الأسماء الكبرى الجزائر أولا غانا ثانيا والسنغال ثالثا، جنوب افريقيا تنجم تكون ما يسمى بالفرنسيه التربو الفات، معناها اللي باش تبلبز الحفله تنجم هي. ولكن من ربما المقابله الاولى ضد الجزائر ستتوضح الرؤيه، نتمناو انتصار الجزائر باش تفتح الابواب. اكيد هذا ما نتمناه في ظل تواجد مجموعه متجانسه، مجموعه ابدعت تالقت. يكفي ان نتحدث عن ياسين ابراهيمي وما أدرك ماذا الاسم الذي تفوق على كريستيانو رونالدو وميسي من خلال الفنيات والمراوغات عندما كان يلعب لغرانادا. نقف عند فيغولي وما يقدمه مع بالينثيا في المستايا، نقف عند عديد الأسماء، ولكن هناك أسد، هناك حارس عملاق اسمه رايس مبولحي خطف الأضواء، أكد بأنه واحد من أفضل الحراس في نهائيات كأس العالم الأخيرة في الأراضي البرازيلية، اسم ورقم مهم وصعب في معادلة الخضر. دعونا نتابع. مبولحي الذي يلعب للمنتخب الجزائري منذ عام 2010 شارك في مونديالي كل من جنوب إفريقيا والبرازيل، ويستعد هذه الأيام لخوض غمار منافسات كأس إفريقيا في غينيا الاستوائية.
كأس الأمم الإفريقية أصبحت منافسة قوية وصعبة، بحيث لا يوجد اليوم ما يعرف بالمنتخبات الصغيرة. سنعمل قصارى جهدنا لتقديم عمل رائع. حارس عرني منتخب الخضر يعتقد أن المنافسة في الملاعب الإفريقية ليست كباقي المنافسات التي تقام في ملاعب العالم الأخرى. يجب على اللاعب أن يكون محترفا بشكل كاف ليلعب مباراة على الساعة 3 ظهرا ودرجة الحرارة فوق 15 درجة مئوية على أرضية ملاعب إفريقية غير جيدة، لهذا سيكون الفوز ثمينا وصعبا في نفس الوقت. ويبقى رئيس بولحي الذي حجز مكانه أساسيا في المنتخب الجزائري واحدا من أكبر حراس المرمى في العالم، تألقه مع ناديه فيلادلفيا يونيون ودوره الكبير في المونديال الأخير في البرازيل جعله محط أنظار الكثير من الفرق، سواء في الدوري الأمريكي الممتاز أو في دوريات أخرى في أوروبا والعالم. محمد مختار، بي إي سبورتس، فيلادلفيا. نامل أن يكون هذا الاسم إلى جانب بقية الأسماء الجزائرية في الموعد. عبد الناصر، رقم مهم كما أشرنا سالفا، هذا هو رئيس بولحي. رئيس بولحي، أنا أتذكر كابتن يوم تم استدعاء المنتخب الجزائري ولا واحد كان يعرف هذا الحارس، ولا واحد كان يعرف هذا الحارس، والكثير من قدم الانتقاد أنه حارس يلعب كان في البطولة البلغارية وكان لا يلعب كثيرا من هذا الحارس، خاصة أنه في تلك الفترة كان فوزي شوشي وتألق مع المنتخب الجزائري. لكن بعدها أنا أتذكر في مونديال البرازيل وبالضبط في مباراة إنجلترا، أول مباراة له كانت رسمية، الحارس أول مباراة رسمية ضد إنجلترا وفي المونديال أبان على مستوى كبير، أبان على إمكانيات كبيرة، ومن تلك الفترة ويقدم في مستوى جيد. لكن ظهور تاعه الأخير في مونديال البرازيل أكد أنه حارس من طينة الكبار. أنا مباراة ألمانيا أنا أقول لك 80% الحارس بولحي هو من كان يحارب في ألمانيا في الملعب، يعني مش فرصة واثنين وثلاثة، يعني داخل الشباك شالها من المرمى. أنا أظن أنه هذا الحارس سيكون له دور كبير أمام كأس أفريقيا، أبطال العالم، أمام أسماء في حجم مسعود أوزيل، شفانشتايغر، توماس مولر، ميروسلاف كلوزا، وعديدة هي الأسماء. عندما تقدم أوراق اعتمادك كحارس استثنائي وعالمي أمام المانشافت فأنت كبير. وأنا أتذكرها ليلة تاريخية، لأنه كان في رمضان، كنت أتذكره كان في شهر رمضان، ولكن نتذكر كان ما خانتنيش الذاكره، رئيس البولحي شق فتره في الملعب، خذاها وقتها لانه صام. وعمل مقابله استثنائيه، والفريق الجزائري كله عمل مقابله استثنائيه. هذا اللاعب، هذا الحارس اللي ما عندوش فريق، وقت اللي عيط له وحيد لليزيتش ما عندوش فريق، قالوا له كيف تجيب حارس ما عندوش فريق، ما ينشطش في حتى فريق، ولكن نظره المدرب كانت ثاقبه وما شاء الله على الحال. وشوف فريق كبير لازم يكون عنده حارس كبير، فريق يحب يمشي يوصل يهز كاس فريق لازم يكون عنده حارس كبير. يستحيل، شوف في العالم من فاز بكاس العالم الاخيره؟ المانيا عندها احسن حارس في العالم، لانه الحارس هو الامان بالنسبه لهذا الفريق، تقريبا 50% في الفريق الحارس بالطبع. ولكن انا عجبني في كلامه في تحليله، اللي انا قلت كنت اتذكر كابتن ماجد قلت من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل بالمنطق، أنت في كأس العالم تتألق ولا تتألق في كأس إفريقيا؟ تحليل رائع، خطاب رائع، قال لأنه في كأس إفريقيا ما نجموش لأنه في ظروف، في الطقس، في ملاعب غير مؤهلة إلى آخره. اليوم اسمهم الجزائريين المحاربين، مش الجزائر تفوز بالكأس الإفريقية هذه إذا يكونوا محاربين. هذا ما قاله الماجيك تحديدا، علينا أن نحارب في الملاعب لانهم مش يعانيوا من ظروف استثنائيه، ما يقاوش النزول 5 و10 نجوم، مش يقاو الملاعب الممتازه والمكيفه، مش يقاو طقس ممتاز، مش يقاو، معناها كل هذه الظروف تكون منعدمه، مش كما في كاس العالم في البرازيل. ولكن التحدي الكبير، وانك يا لاعب يا جزائري، واللي ينتظر فيك مش شعب كامل، مش شعب، العرب الكل ينتظروا فيك اكيد، وينتظروا فيك وبعين كبيره، لانه اللي ورهونا الجزائر في كاس العالم لا يمكن لهذا الجيل ان يمر بجانب كاس افريقيا. وبالتالي انا انتظره من الجزائريين بعد ما راونا الفنيات والتالق في الملاعب المزيانه، وريونهم محاربين وينتصروا في الملاعب اللي ماهيش مزيانه. نعم كابتن، انا اعلق لك، انا قلتها في الحصه الاولى أن المنتخب الجزائري مطالب خاصة لاعبيه أنهم يمدوا 100%، لأنه مثل ما تكلمنا لاعبين في أوروبا في كأس العالم شفنا مستوى، في كأس إفريقيا نشوفوا مستوى آخر، ولعل بطولة 2013 أكدت هذا وشفنا مستوى. يعني مثلا أعطيك اللاعب فغولي فقط
في 2013 في البطولة الإفريقية ما ظهرش بنفس المستوى، في حين بعد ما عاد أسبوع لأسبوعين فالنسيا أدى مباريات في القمة. تبدل عليه المنتخب يعني المنتخب الجزائري أنا أظن أنه مطالب خاصة اللاعبين أنهم يقدموا كل شيء. لن نغوص في الأمور الفنية، أقف عند مصطلح التغيير وحاصر هذا المصطلح، قول كيف اليوم هو الربان. مرحلة خالي لوزيتش رأينا توهج، رأينا النكهة العالمية، الربان الجديد ماذا عن الطموحات؟ كابتن بالنسبة للمدرب كورغوف أنا صراحة وشاهدت المنتخب حتى الآن المنتخب مازال يلعب بشخصية مونديال برازيل. بارك الله فيك. جملة أخيرة كابتن فتح. استمرارية، هذا مدرب عنده شخصيته، هذا مدرب يختلف حتى في تعامله مع اللاعبين ومع وسائل الإعلام، مش كيما وحيد معناها ربما فما تشنج كبير، هذا مدرب يظهر لي مع الفريق الجزائري باش يعمل أكثر من وحيد. فتح المولدي الإعلام التونسي والناقد الرياضي، نسعد دائما بالحديث وكنا نمني نفس بأنه واصل الحديث وسنواصل الحديث إن شاء الله من خلال سهرة الغد. شكرا جزيلا لك، شكرا كذلك موصول للكابتن عبد الناصر البار الإعلامي الجزائري للحديث بقية من خلال سهرة الغد أو هذا اليوم على اعتبار بأننا نتواصل من خلال المساء الرياضي. أكيد سنحاصر المجموعة الرابعة عن الطموحات ونواكب تحضيرات عمالقة القارة السمراء. هذه تحية من كل فريق العمل، مع طيب المرور.